أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد حميد لوتاه، صاحب برايفت كير هاوس نيرسينج. أستاذ محمد، حابين بداية نرحب فيك، نورتنا ونورت البرنامج. يا مرحبا فيك أستاذ ليث. أول شيء يسعدنا أنكم تكونوا متواجدين معنا في شركتنا وتاخذون فكره عن الشركه وعن الخدمات اللي تقدمها الشركه. اهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف الساده المشاهدين عن شخصك الكريم. الله يخليك. اول شيء اسمي حميد عبد الله. انا من دوله الامارات العربيه المتحده، ساكن في دبي. وبدايه هذه الشركه يعني بديناها في 2009، وكانت قصة الشركة هذه لما كنا في رحلة علاجية مع الوالد. انجبرنا نروح لألمانيا عشان نكمل العلاج هناك، وكانت الخدمات التمريضية من الخدمات اللي كان يحتاجها الوالد. فابتدينا العلاج في ألمانيا، فشفت انه هذا النوع من الخدمات مش متوفر عندنا في دولة الإمارات. ما شاء الله دولة الإمارات يعني ما ينقصها شيء. الحين يوم احنا نقارنها بالدول المتقدمة. فيا في بالنا ان احنا نقدم نفس الخدمات هذه في دولة الإمارات بنفس المستوى، بنفس الرقي في هذه الخدمات. ورجعنا في 2009 تقريبا، وعملنا دراسة الجدوى والأمور اللي يحتاجها أي شخص لما يريد يفتح شركة. فابتدينا أول شيء بعدد 8 ممرضات وطاقم طبي بسيط وإداريين وتسويقيين كأي شركة. لكن الحمد لله بعد فترة شفنا في طلب وازدياد في عدد الحالات والمرضى، انجبرنا ان نزيد عدد الكادر التمريضي والكادر التسويقي للشركة علشان نوصل لمستوى يعني يناسب دولة الامارات. اكيد. واليوم انتم عارفين ان الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، يعني جعل دبي من الامارات اللي صاير فيها يعني تطور في كل الخدمات. صحيح. فطبعا القطاع الخاص اليوم صار ينافس او يحاول يوصل لمستوى القطاع الحكومي في المستشفيات والمراكز الثانية. فهذا النوع من التحدي يجبر صاحب اي شركة ان يوفر او يطور الشغل اللي هو يشتغل فيه. طبعا. فابتدينا نحن كرسالة يعني. وطبعا الخدمات التمريضية خدمات يعني مش سهل الاهتمام فيها وتطويرها، لأنها يعني من الخدمات اللي جدا جدا ضرورية، لأنك تتعامل مع ناس يعني مثلا تتعامل مع ناس كبار السن. أكيد. أصحاب الاحتياجات الخاصة، أطفال، نساء. ف يكون هذا الموضوع شوية يحتاج منك رعاية خاصة، اهتمام أكثر. نعم بالضبط، اهتمام أكثر وجودة في أداء العمل. ممتاز. طبعا ما شاء الله خبرة في هذا المجال. شو الخدمات اللي بتقدموها في المركز؟ الخدمات اللي تقدمها الشركة أول شيء الرعاية التمريضية الخاصة. يوفر مركزنا خدمات طبية شاملة تتمثل بخدمات تمريضية، علاج طبيعي، وخدمة طبيب في المنزل. وهذا يعتبر امتداد للرعاية الصحية للمريض بعد خروجه من المستشفى لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه، ويكون المريض ما بين أهله وأحبائه. الخدمة الثانية هي خدمة إعادة التأهيل المنزلي. يقدم المركز عندنا العلاج الفيزيائي أي هو الطبيعي، ولمساعدة المرضى على استعادة مهارات الحياة اليومية بعد ما لا قدر الله يتعرض لإصابة حادة مزمنة أو لجهازه العصبي، ويساعد هذا على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الأعمار.
الخدمة الثالثة هي خدمة رعاية كبار السن. أصبح مركزنا متخصص بالعناية بكبار السن لتشمل الرعاية الطبية والشخصية في بيئة منازلهم الخاصة. استطعنا خلال السنوات الماضية على الحمد لله كسب ثقة العملاء من خلال تقديم مستوى من الخدمات المقدمة، حتى يعني حصلنا الثقة من المرضى وأهاليهم ومن المؤسسات الحكومية. واليوم الحمد لله نقدم الخدمات على إمارة دبي وأبوظبي والشارجة وحتى هيئة تنمية المجتمع. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في دولة الإمارات، في إمارة دبي بالتحديد كثير من المراكز الطبية الموجودة على الإمارة، شو اللي بيميزكم عن باقي المنافسين في هذا المجال صراحة؟ أول شيء نحن مهتمين جدا بالكادر الطبي اللي موجود عندنا، ونحرص دائما أن يكون هذا الممرض أن يقدر يتعامل مع المريض ويحرص على التعامل في كافة الحوادث اللي تصير في مثلا المريض. والشيء الثاني، احنا كشركة برايفت كير سنتر هي من اول الشركات الحاصلين على شهادة اعتماد دولي. أعزائي المشاهدين، معنا اليوم ايضا السيدة اسراء منصور مديرة الموارد البشرية وشؤون المرضى، مرحب فيك بداية في الحلقة اليوم. حابين نعرف عن المعايير اللي بتم فيها اختيار الموظفين عندكم في المركز. أهلا وسهلا فيكم. طبعا يتم توظيف عنا الكادر الطبي بعناية فائقة، وجميع طاقمنا الطبي مرخص من دائرة الصحة. طبعا إلى إضافة إلى ذلك دائما في عنا تدريب للكادر والموظفين بالمركز. ممتاز. طبعا حابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل للمركز. نحن سهل الوصول لنا عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الواتساب والأرقام الموجودة بالمركز. طبعا أعزائي المشاهدين، أرقام التواصل وأيضا الموقع الإلكتروني سوف يظهر أسفل الشاشة. شكرك مدام إسراء. العفو. طبعا معنا اليوم أيضا السيدة وجدان المدير العام في مركز برايفت كير، حابين نرحب فيك طبعا بداية ونستفسر عن المميز عندكم عن الباقي. أهلا وسهلا فيكم. صراحة نحن نفتخر بجودة الخدمات ومدى رضا عملائنا عن أداء الكادر التمريضي والطبي. كما أنه ما يميز مركزنا هو التدريب المستمر للكادر الطبي والتمريضي، حيث نحرص على التدريب المستمر والمتواصل لكادرنا الطبي بهدف تجديد المعلومات الدائم والحرص على التعامل الصحيح مع كافة الحوادث. كما أنه نفتخر بأن كنا من أوائل شركات التمريض المنزلي الحاصلين على شهادة اعتماد دولي من قبل هيئة اعتماد دولية أمريكية، واللي تحرص على تطوير إجراءات ومقاييس وبرامج لتحسين جودة وأداء مؤسسات الرعاية الصحية، لكي يتمكن مركزنا من تحقيق معايير الجودة والمحافظة عليها. حابين أيضا نتعرف عن الرؤية المستقبلية للمركز. نسعى كفريق في مركز العناية الخاص إلى رفع مستوى الخدمات التي نقدمها للمرضى بهدف توفير بيئة صحية ومناسبة تجمع بين الخدمات والعناية المقدمة في المشفى مع الراحة النفسية والهدوء والجو العائلي في المنزل. على المدى المتوسط والطويل نجري دائما أبحاثا ونحرص على حضور الفعاليات المرتبطة بالتمريض بهدف توفير أحدث التقنيات الخاصة بالمراقبة اللحظية للوضع الصحي للمريض وتقنيات منع الحوادث والإصابات، خصوصا مع التطور الكبير في الأجهزة المرتبطة بالإنترنت كالساعات الذكية وأجهزة الفحص الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فنحن بصدد الانتهاء من مشروع طموح نهدف من خلاله أتمتة جميع عملياتنا وتوفير معلومات المراقبة لأهل المريض من جهة وللكادر الطبي من جهة أخرى بهدف منع الحوادث بدلا من التعامل مع الحوادث. كما يوجد عندنا رؤية بعيدة المدى لإدماج أحدث وسائل التكنولوجيا بمتابعة حالة المرضى وفحوصاتهم وأدويتهم من خلال التطبيقات الذكية ومتابعة أداء الممرضات وتقديم النصائح والتوجيهات وقت الحاجة.
طبعا أستاذ حميد كمواطن إماراتي وكصاحب استثمار في دولة الإمارات، شو بيعني لك الأمن والأمان؟ أول شيء طبعا أحب أني أشكر الحكومة على كل ما قدمته لنا من بداية ما جينا هذه الدنيا لين اليوم. والشيء طبعا الحكومة ما خلت دعم إلا وكانت سباقة فيه. أكيد طبعا. واليوم لو احنا نشوف يعني الحمد لله كيف دولة الإمارات فيها أمن واستقرار، وهذا الشيء اللي يجذب اليوم الشركات والدول الأخرى أنها تقوم تبتدي مشاريعها وتكون يكون مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية. أكيد طبعا. في نهاية الحلقة حابين نشكرك على ظهورك معنا، نورتنا ونورت البرنامج. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.